المهم بدي أحكي لكم إشي. في ناس كتير واحدة يعني بتقول على التعاملات وديتلي أحكي لنا جيل اليوم. يا ساتر يا الله إيش بحكي لكم غضن هيك وأنا سيء. فبيحكوا قولي يعني كيف طرق التعامل يعني بين الأزواج مرات كيف بتصير وكيف التعامل مع المشاكل وهيك. شوفوا أقول لكم بصراحة كل زوجين مختلفين عن التاني، ما في قاعدة تمشي علينا جميعا. يعني كل واحد فينا مختلف، وكل واحدة بعد فترة السنة الأولى والثانية والثالثة زواج بصير تعرف في شريك، أو تعرف يعني أنا بحكي على الطرفين، بصير تعرف في شريك حياتك أو شريكة حياتك أنت كشخص، تعرف شغلات كيف تتعامل في هذا الموقف. مثلا إذا كانت مثلا زعلانة الزوجة كيف بدي أتعامل معها، أنا صرت أعرف مثلا يمكن إنه ما أحكي معها عبين ما تهدى، ممكن واحد تاني لا إذا هي زعلانة لازم نتناقش عبين ما هي تهدى، ما بتحب حدا يطنشها مثلا، أو الزوج يعني على الشقتين أنا بحكي، ما بحكي على فرد يعني، ما بحكي هذا للزوج أو للزوجة الطرفين. بس شو بياخد منا جهد لبين ما نعرف هذه الأمور، راح بكون هذه 100% صريحة، بياخد كتير تنازلات من الزوجة خصوصي في بداية الحياة الزوجية، لأنه الرجل بدخل على الحياة الزوجية أنه خلاص زلمة بدي يفرض رجولته، خصوصي إحنا يعني في مجتمعنا ما بكون لساته راح بكون لين وبكون انعصبت باخدها بهدوء، لا ما في عنا هذا، راح هيك الحقيقة. ما تقولي ليش لا والله هيك إحنا مجتمعنا كان هيك كانت الحياة. فبتاخد تضحيات من الزوج كتيرة عشان توصل لمرحلة إنه يقدروا التنين يقعدوا بهدوء يتفاهموا ويحكوا، ومرات ممكن بيقدروش يتفاهموا، بصير هذا بده يحكي وهي ده تحكي لازم واحد فيهم بده يتنازل، في واحد بده يتنازل عشان الأمور تمشي تهدى، فهذيك الساعة بعدين يكمل أو ما بتمشي الأمور.